مع اشتداد حرائق الغابات في كندا واتساع رقعتها، ارتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإجلاء إلى 35,000 في مقاطعة بريتش كولومبيا، فيما حذرت السلطات من صعوبة الفترة المقبلة. ينضم إلينا من عمان الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك دكتور. يعني في البداية، ما سبب انتشار حرائق غابات كندا بهذه الصورة الكبيرة؟ أشكركم. الحقيقة كندا ليست هذه المرة الأولى أو الموسم الأول من مواسم الحرائق التي ستستمر على مدار العام في كندا والأمريكيتين وأيضا في دول حور البحر المتوسط. الآن نلاحظ أن الحرائق تستمر، الحرائق تنتشر في بريتش كولومبيا. جغرافيا بريتش كولومبيا منطقة نسبيا الحرارة فيها مرتفعة على مدار العام تقريبا أكثر من 25 درجة مئوية. أيضا هنالك ظاهرة النينو، يعني هنالك في البحر أو المحيط الهادي، وأيضا هنالك التغيرات المناخية الشديدة. وجود مثل هذه الغابات الكثيفة في بريتش كولومبيا أدى إلى تشابك النيران على مساحات شاسعة بحجم مدينة نيويورك وربما أكثر. الإجلاء الآن ل 35,000، ولكن متوقع أن يكون أكثر من ربع مليون طيب مواطن. دكتور، يعني علميا ذكرت حضرتك ظاهرة النينو، هي ظاهرة تتعلق بارتفاع درجة حرارة البحر يعني حسب المعلومات لدي، لكن ما علاقة هذه الظاهرة باندلاع الحرائق في الغابات؟ هو ارتفاع الضغط الجوي في المحيط أيضا، ليس فقط ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة حرارة البحر، الهبات الساخنة التي تهب على شرق الأمريكيتين وكندا من غرب المحيط في ظاهرة النينو أو النموذج الدافئ تؤدي إلى وجود هواء ساخن ودرجات حرارة أعلى من معدلها السنوي. هذه كظاهرة مناخية لوحدها لم تسبب في الماضي مثل هذه الحرائق بهذا الحجم، لكن نؤكد ان على ان هنالك تراكم عده عوامل، واهمها الاحتباس الحراري او زياده الغازات الدفيئه في كل العالم وخصوصا في المناطق الغابات. الان الغابات يبدو انها منذ فتره لم يراعى فيها اولا عمليه التمشيط للحشائش اليابسه او الاشجار الجافه أو روث الحيوانات الذي هو غني بغاز الميثان، بحيث يكون قابل لعملية الاشتعال حتى الذاتي بفعل ارتفاع الحرارة إذا زادت نسبته الحجمية عن 5%. إذا هنالك عوامل كثيرة جدا في الغابات، دائما هنالك تحذير من المنظمات المناخية لأن الغابات هذه بحاجة إلى عملية تقطيع بعمل شوارع للطوارئ، بعمل نقاط للتزويد بالمياه، لأنها ستحترق بالكامل إن لم يتم أخذ الاحتياطات الكاملة. الدولة الواحدة لا تستطيع أن تطفئ حريق غابة بهذا الحجم، بحاجة أيضا إلى تكاتف منظمات الأمم المتحدة من أجل أن إيقاف هذه الحرائق. إذا الحرائق هذه بحاجة إلى عناية شديدة جدا، وخصوصا التي تمر بفترات جفاف أو موت، وهذا يؤدي إلى وجود أخشاب، وهذه الأخشاب هي وقود الحضارات منذ بدء التاريخ. يعني هذه المرة الحرائق قامت بالتهام الغابات بمساحات كبيرة في كندا، يعني مساحة ما يقارب مساحة ولاية نيويورك الأمريكية، فكيف يعني ينجو العالم من حرائق تتكرر كل عام؟ لن ينجو العالم من هذه الحرائق أبدا إلا إذا أخذنا بالأسباب. النقاط الأساسية إيقاف استخدام الوقود الأحفوري بشكل تدريجي، لأنه لا يمكن البقاء على هذا المستوى من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الخطير والميثان.
الكربون يخرج من النفط والميثان يخرج من الغاز الطبيعي الذي يولد طاقة كهرباء المنازل، إضافة إلى الغازات الدفيئة الأخرى، وإضافة أيضا إلى أن في جزر هاواي في المحيط الهادي هنالك انفجارات بركانية شديدة جدا، يعني تضافرت كل العوامل البشرية والطبيعية. إذا ما يستطيع الإنسان عمله هو أن يعالج ما يقوم به من أخطاء من خلال الوقود الأحفوري، من خلال قطع الأشجار، من خلال زيادة انبعاث الغازات الدفيئة جميعها الستة، وأيضا عليه أن يبدأ باستراتيجية جديدة بالتغيير بالنمط الصناعي، لأن كل ذلك سيؤدي إلى زيادة تلوث الجو والاحترار بشكل غير مسبوق، ونلاحظ الحرارة العالمية الآن تغزو كل مكان في الأرض. طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك يعني وخبرتك العلمية، ما هي المناطق المهددة باندلاع حرائق غابات حول العالم وفي أي القارات؟ الآن أقرب المناطق علينا وأكثرها خطر ما حول البحر المتوسط، كل المناطق مهددة بالغابات، وقد شاهدنا غابات في الجزائر حرائق فيها، في جبال الأطلس في المغرب، أيضا في اليونان، واليوم في ألبانيا، الجزر الإسبانية، وأيضا جنوب إسبانيا، جنوب إيطاليا، كل المناطق هذه حتى في سوريا والأردن كلها مهددة بحرائق غابات شديدة. صحيح أننا لا نساهم كثيرا في الكربون، لكن أوروبا بالفعل تساهم، وأمريكا تساهم، والصين أيضا هنالك حرائق شديدة جدا، يعني تجمعت المتناقضات والحرائق ستلتهم كل الغابات في العالم، وبالتالي سيزداد الاحترار وارتفاع درجة الحرارة. ونحن الآن كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، نحن الآن وصلنا إلى عصر الغليان وليس الاحترار، وهذا يعني أن هنالك حرائق للغابات كلها، كل الغابات أصبحت تحت خطر النيران والاشتعال السريع. ونحن نعرف أن اشتعال الغابة له عدة أسباب، ولكن العامل البشري بالفعل عامل طيب مهم جدا. دكتور، يبدو من كلامك أننا نواجه مشكلة فعلا خطيرة وكارثية على الأرض وسكان الأرض، يعني ما الدور الذي يجب أن تقوم به إذن المنظمات الدولية المعنية للحفاظ على الغابات وتجنب اندلاع الحرائق؟ الآن لم تعد البشرية قادرة على تجاهل أي موضوع في التغير المناخي، العوامل الفلكية، العوامل الطبيعية، كل هذه كانت تعيشها الأرض منذ فترات، ولكن لم نشهد هذه الكوارث والأزمات. إذا علينا الآن العمل بجدية ضمن خطة استراتيجية واضحة، واضحة المعالم تتبعها خطة تنفيذية. لا نريد أن نعلق على 2030 كما هذا الرقم أصبح وكأنه هو الشماعة التي ولكن نلاحظ أن درجة الحرارة ارتفعت إلى 1.2 في 2023، ماذا سيكون العالم في 2025؟ إذا البدء التدريجي والفعلي من اليوم بعمليات عدم استخدام الوقود الأحفوري وتقليل انبعاث الغازات من آبار الغاز، رغم أن هنالك أعمال تنقيب شديدة عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وفي بحر الشمال وفي سيبيريا والآن في القطب الشمالي بعد أن ذابت معظم الثلوج. إذا سيكون هناك استهلاك أكثر للغاز والبترول، والبترول لن ينتهي. إذا قالوا أن البترول هنالك 1.5 تريليون قد استهلك، هنالك مخزون أكثر من 3 تريليون، بمعنى أن إذا استمرنا بهذا الفكر والنهج سيكون هنالك دمار. التغيير في النمط الصناعي، التغيير في النمط التكنولوجي، والبدائل الكثيرة واستخدام الطاقة المتجددة، وأيضا الانتباه إلى المناطق الرطبة وعدم تلويثها من أجل أن نعطي فرصة للحياة، وإلا الإنسان الآن غير قادر على التكيف سينقرض، والانقراض الجماعي حصل في فترات الكثير من الكائنات، ونحن أمام الانقراض السادس. وصلت فكرتك الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، شكرا لك على المشاركة.